شيخ ابن جرير جيد. الأخ يسأل سؤالا مهما متعلقا بعلم الرجال، وأحيانا نبحث عن راوي ولا نجد له ترجمة، ولا نجد أحد من المتقدمين تحدث عنه، وهذا يكثر في طبقة المتأخرين كشيوخ ابن جرير أحيانا كالمثنى مثلا وكآخرين من جاء بعد ابن جرير. ماذا نحكم على هؤلاء الرواه إذا تتبعنا واستقرأنا وفتشنا وبحثنا؟ هل نحكم على هذا الراوي بأنه مجهول ويعني أنه ضعيف، أم أن هذا الراوي ممكن أن نعطيه حكما آخر؟ الصحيح في هذه المسألة التفصيل. إذا لم نجد ترجمة راوٍ لا يعني أنه ضعيف ولا يعني أنه مجهول مطلقا. نتتبع في ذلك عدة أمور وهي ممكنة ولا تتعذر. الأمر الأول أن نجمع من روى عنه، فإذا تفرد عنه ثقة ننظر في هذا الثقة، هل هو ممن يروي عن الضعفاء والمجاهيل أم ممن يقتصر في الرواية على الثقات؟ إذا كان لا يروي إلا عن الثقات فإن هذا يعني أن شيخه ثقة، كما قال أبو داود شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، مع أن الطائفة من شيوخ حريز بن عثمان لم يترجم لهم ولم يوثقوا. هذا نستصح بهذا القول ما لم يتبين الأمر الثاني الذي سأذكره. الأمر الثاني أن يستقيم مرويه. بالتالي ننظر المتن وننظر استقامة المتن، فإن المتن إذا ما استقام ما يقبل رواية هذا الراوي، خاصة الذين لم يوثقوا أحيانا يأتون بأحاديث طويلة أو بتفردات في الأصول، هذه علامة على ضعفهم وقلة ضبطهم. الأمر الثالث ننظر مدى المخالفة وننظر حديث هذا الراوي في الجملة، ولا نحكم على الراوي بمجرد حديث بل ننظر في كل أحاديثه، هل هي مستقيمة وموافقة لأحاديث الثقات أم أن رواية أم أن حديث هذا الراوي غير مستقيمة. وهذا أيضا في المختلف فيه من الرواة، تنظر في حديث الراوي أحيانا ترجمة راوي ترى أن العلماء مختلفون فيه، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، ولا يتبين أمره إلا بدراسة حديثه. من ذلك كهر بن حوجب اللي يقرأ في الحقيقة تهذيب الكمال مثلا وينظر كلام العلماء فيه، قد يقع في ذهنه أنه ثقة، لأن معظم من نقل عنه في تهذيب الكمال التوثيق، ونقل عن طائفة الضعف، لأن طريقة هؤلاء الأئمة حين يحكون كلام العلماء الآخرين يحكون كلام النظري، ما يحكون الكلام العملي. أحيانا يذكر ابن حجر تهذيب التهذيب نقولات عملية، يقول بعض المحدثين نظرت في أحاديثه، وأحيانا يقول مثلا لو حديث الفلاني اضطرب فيه، وهذا أمر عملي، فأنت ما تعزل الأمر العملي عن الأمر النظري بل تضيف هذا إلى هذا. فلذلك حين تنظر في حديث شارب بن حوشب تضع له دراسة خاصة، لا يختلف شك أنه الرجل صاحب اضطراب ومنكر ولا يمكن قبول حديثه بحال، لكن حين تنظر الأمر النظري يختلف الوضع، فهو يضطرب الحديث، تبعت حديثه الرجل يضطرب خاصة إذا روى عن أم سلمة أو عن عبد الرحمن بن غن. فمن ذلك حديث التهليل العشرة دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب، اضطرب في هذا الحديث بما لو جاء عن رجل أحسن منه حالا ما قبل، فهو رواه مرة عن أم سلمة قالت وثان رجلي، وقال مرة
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر وهذا عند الترمذي وصححه. وقال مرة عن معاذ، وقال مرة عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحبة عبد الرحمن بن غنم خلاف. فهذا الاختلاف لا يحتمل، الطريق واحد، ولا يحتمل من مثل شار بن حوجب مرة يقول عن عبد الرحمن بن غنم، مرة يقول ابن غنم عن معاذ، مرة يقول ابن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول ابن غنم عن أبي ذر، مرة يقول عن أم سلمة مباشرة. هذا لا يحتمل، لا يحتمل ولا يصح يقال لعله روى على كل هذه الوجوه. هذا يحتمل من الزهري ومن سفيان ومن شعبة ومن أبي خيثمة زهير بن معاوية ومن أمثال هؤلاء حفاظ الأكابر. أما من مثل شار فهذا لا يحتمل. ومن ثم قال الإمام أحمد رحمه تعالى شار بن حوشب مضطرب الحديث، وهذا واضح، هذا الأمر العملي فيه، لتنظر حديثه عمليا ترى أنه مضطرب الحديث. فلذلك حين ننظر لحديث المثنى شيخ ابن جرير هذا مجهول، مثنى شيخ ابن جرير هذا مجهول. وهل المجهول دائما يكون ضعيفا؟ الجواب لا، خلاف لما استقر في كلام المتأخرين حين يذكرون أسباب الطعن يقول الجهالة، وهم يقسمون الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. فإنما هذا التقسيم جهالة عين وجهالة حال لا أصل له في كلام الأوائل، نوعا من اصطلاحات المتأخرين. فالمجهول قد يرد وقد يقبل. ولذلك أحيانا تقول ترى في كلام أبي حاتم ينكر الصحابي يقول مجهول، أحيانا أبو حاتم ينكر الصحابي ويقول عنه بأنه مجهول. هم لا يقصدون بالجهالة الضعف، أحيانا يذكرون الجهالة لمعنى آخر. فما الجهالة لا تلازم الضعف، وإن كان الغالب يطلق لفظ الجهالة بمعنى أنه غير معروف، غير معروف، ولكن هذا ليس بلازم. فإن الطائفة من العلماء يقول إذا روى عن المجهول ثقة أو ثقتان فأكثر ولا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل فإن جهالته ترتفع.